إذن مشاهدينا إلى موضوعنا الصحي لليوم، أنواع متعددة من مرض السرطان الذي يفتك بمختلف أعضاء الجسم. واليوم سنتكلم بالتحديد عن سرطان المستقيم، الأسباب والعلاجات وسبل الوقاية نناقشها مع الاختصاصية في أمراض الأورام الطبية والعلاج بالمواد الكيماوية دكتورة هالة صخيري التي تنضم إلينا مباشرة من تونس. دكتورة هالة، صباح النور. صباح النور، صباح الخير للناس الكل. يسعد صباحك. أنا سعيدة جدا بوجودي معكم ونشكركم برشا على الاستضافة. ونحن سعداء بوجودك معنا ونشكرك للحضور معنا. دكتور، عرفينا بداية عن القولون ووظيفته في جسم الإنسان، ما هو المستقيم؟ دونك القولون هو الجزء النهائي في الأمعاء الغليظ. دونك والمستقيم هو يربط من القولون، معناتها من المستقيم يجي بين الشرج والجزء النهائي من الأمعاء الغليظة. نعم. طيب ما هو سرطان المستقيم أو ما يطلق؟ الهدف متاع نعم. دونك هو سرطان المستقيم هو ورم خبيث في المستقيم ينجر في أغلب الحالات على تحول، فما كما نقولوا احنا سلالة تتحول على مدة 10 سنوات، تبدأ تتطور بطريقة تدريجية حتى لين بشوية بشوية تصير فيها خلايا ورمية ويولي بعد ثم يكبر بشوية بشوية الورم هذاك، يولي فما ورم في المستقيم ولا في القولون اللي هو كيف كيف في نفس الوقت. نعم. نفس العوارض، نفس الجزء. نعم. طيب ما هي أعراضه دكتور؟ في أغلب الحالات هو المشكل شنو اللي العوارض نتاعو في من الأول تكون عوارض عامة، ما فماش عوارض معناتها خاصة جدا. مثلا الإنسان ينجم يحس روحه متقلق شوية بعد الأكل، بطنه تنتفخ شوية، ساعات يحس روحه فما مرة إسهال مرة إمساك. تبقى يلزم الإنسان يتفطن كي العوارض هذه تمتد شوية في الوقت، معناتها أكثر من 10 أيام 15 يوم، يلزم الإنسان يخمم في اللي هو يحتمل يكون عنده ورم في القولون ويلزمه يمشي يباشر عند الدكتور متاعه. نعم. زادا فما حالة أخرى يصير شوية دم في التبرز، يكون فما شوية دم، يكون فما صعوبة في التبرز، الإنسان ما يحسش روحه بعد ما يتبرز ارتاح ولا تفرهد. هذوما الكل عوامل ينجموا يخليوا الإنسان يشك في نفسه ويلزمه يمشي يعاين عند الدكتور متاعه. نعم. طيب دكتور، يعني ما هي العوامل التي تؤثر على الإصابة بمرض سرطان المستقيم؟ حاجة مهمة هي لازم نعرفوها اللي سرطان المستقيم فما 3 أنواع هو حسب التقريب. فما اللي يجي عند عامة الناس سكون أبيل حاجة سبوغاديك، معناتها تجي عند الناس الكل حسب التقريب، هذه 80% من الناس اللي مرضى بالمرض هذية. العوامل الكبيرة اللي هي عنا السمنة اللي هي حاجة مهمة ياسر، اللي تكثر في تعطي 40% زيادة في الريسك متاع الإنسان باش يمرض بسرطان القولون. عنا قلة الرياضة، معناتها لا سيدونتاريتي، الإنسان اللي ما يتحركش. وعنا معناتها الأكل اللي هو يكون ياسر ما فيش برشا خضرة، ما فيش برشا غلة، ويكون أكثره دهنيات وموش متوازن. هذه بالنسبة للحالات الأولى. ثم 15% زادة من الحالات هما ثم عوامل وراثية، ثم عائلات متاع تلقى فيهم الخو ولا الأم ولا البو، معناتها هما اللي فيهم حالات متاع سرطان القولون. دونك هذوك ما يلزم يكونوا نتفطنوا ليهم زادة، ويلزم ديما نسألوا فماشي حالات في العائلة باش نجموا نتقصاو البقية متاع أفراد العائلة. وفما زادة عوامل أخرى جينية في 5% من الحالات اللي هي أمراض نعرفوها كيما القولون اللي فيه برشا ثلال، مثلا تتسمى لابوليبوز أدينوماتوز، وإلا فما زادة أنواع معينة متاع سرطانات يتلموا الكل في أن سندروم اسمه لو سندروم دو لينش، اللي هذوما يعملوا برشا أمراض من نوع سرطان القولون زادة. نعم. حاجة أخرى زادة نأكد عليها اللي هي فما الالتهابات
ثم نوع انواع نتاع التهابات، سامحني، التهابات اللي هي كرونيك نتاع القولون كيما الاخسياش ولا لا مالادي دو كرون اللي ساعات بعد الوقت يتحولوا الى سرطان في القولون والا في المستقيم. نعم، طيب دكتور أخبرين عن الفئات الأكثر إصابة بهذا المرض، سواء كانت عمرية، هل يظهر أكثر مع الكبار في السن أم مع الصغار؟ هل يصيب أكثر النساء أم الرجال؟ به هو الاحتمال باش الإنسان يمرض بالمرض هذا يكثر بداية من 50 سنة. من 50 سنة هذاك هو العمر ديجا يتسمى عامل مهم جدا في المرض هذا. تبقى توا بالتغييرات اللي صارت في نمط العيش بتاعنا ولينا نشوفوا فما اكثر حالات عند العباد اللي هما صغار في العمر، دوك ولينا نشوفوا 40 و45 و30 و35. دوك يلزمنا زاده كيف نتفطنوا حتى عند لي جون، لازم واحد يكون متفطن الحكايه هذه. هو حسب التقريب كيف ما بين النساء والرجال ما ثماش فرق كبير، فما شوية زيادة عند الرجال بداية من العمر نتاع 50 سنة. بالنسبة للنساء هو يتسمى السرطان الثاني بعد سرطان الثدي، وبالنسبة للرجال هو السرطان الثالث بعد، بالنسبة معناتها في وجوده عند الرجال. ما حسب التقريب كيف ما فماش فرق كبير ما بين النساء والرجال كيف. نعم، طيب دكتور تحدثتي عن أعراض معينة تظهر على المرضى، هذه الأعراض هل تظهر في مراحل متقدمة أو في مراحل مبكرة؟ هو هذاك هو المشكل اللي حبيت نفسره، اللي المظاهر كنفيقوا بهم في أغلب الحياة في مرحلة مقدمة. دونك باش يوصل الإنسان يمشي يعاين تلقى ديجا المرض مقدم، وإحنا ما نحبوش نوصل للمرحلة هذيك، ذبينا ديما نفيقوا به في مرحله قبل. هذاك علاش لازم الانسان يكون متفطن ويتحدث مع الدكتور نتاعو ودوما يحس روحه فما حاجه ماهيش عاديه في الماكله نتاعو، في الشهيه نتاع الماكله، يحس فما هبوط، يحس روحه مش عادي، يلزمو يمشي عاين، على خاطر المظاهر اللي حكيت لك عليهم هما في اغلب الحالات يظهروا وقت اللي المرض ديجا تقدم مالوغوزمون معناتها. نعم، طيب أخبرينا دكتور عن التشخيص بعد توجه المريض أو من يشك في أنه لديه أعراض غير طبيعية توجهه إلى الطبيب، ما هي الاختبارات التي تجرى له وكيف يتم تشخيص المرض؟ هو أهم حاجة تتعمل هو المنظار السفلي. المنظار السفلي هو اللي باش يورينا الورم وين موجود بالضبط في المستقيم ولا في الأمعاء الغليظة، وهو اللي باش يخلينا نشوفه معناتها بالمنظار المرض بيدو ونجمو ناخذو منه عينه ونشخصوه ونفهموه شنو بالضبط، نحلوه ونبعثوه للمخبر تحاليل ونشوفوا نوعيه المرض. تبقى بالطبيعه لازم نعملوا تحليل نتاع دم، لازم نعملوا صور مقطعيه باش نشوفوا الورم موجود في انا مكان بالضبط، اسكو هو منتشر، اسكو هو محصور في القولون. دونك في اغلب الحالات هذوما هما الحاجات اللي نعملوهم باش نشوفوا بالضبط احنا في انا وضعيه. طيب دكتور، في حال أظهرت الاختبارات وجود السرطان وتم تأكيده، ما هي الخيارات العلاجية المتوفرة هنا؟ ما هي البروتوكولات العلاجية التي يتم اتباعها؟ هو في أغلب الحالات احنا ديما مع هذه الأوضاع هذوما نحاولوا نناقشوهم في إطار طبي معاهم في برشا مختصين. المرحلة أهم مرحلة وقت اللي يبدأ الورم محصور معناتها موجود في نفس المكان هي الجراحة، معناتها أول حاجة يلزم استئصال الورم هذايا. معناتها يكون الجراح أول واحد هو اللي يبدأ بالعملية نتاعو، نحيو المكان اللي فيه الورم. من بعد ما نعمل العملية يصير نقاش هل الحالة تستحق علاج تكميلي بالكيماوي في أغلب الحالات، والا ساعات نستحقوا العلاج بالاشعه. مي انت والوضعيه معناتها ماهيش ديما، معناتها ديما يصير نقاش ديما، كل وضع كل مريض عنده البرنامج نتاعو نتاع العلاج. نعم، طيب دكتور بالنسبه الى العلاج، هل الحالات التي يتم شفائها خاصه اذا تم اكتشافها في مراحل مبكره، هل يتم العلاج ممكن التخلص من هذا المرض بصوره كامله؟ بالطبيعة احنا اذا كان نفيقوا به في المرحلة الاولى معناتها فما 90%
معناتها يبرى الانسان من المرض هذايا وفما نجاح عن العلاج وكي نفيقوا به بكري راهو ما نستحقوش للعلاج الكيميائي نستحقوا كان العمليه العمليه تكون كافيه جوست الانسان يعمل العمليه نتاعو و90% عنده لا شانس اللي هو برا منها الحكايه يقعد جوست يعمل المراقبه نتاعو مع الدكتور نتاعو وكهو ما يستحقش حتى علاج اخر. دونك هذاك علاش احنا ناكدوا في الشهر هذايا سورتو شهر مارس هذايا اللي مخصص لسرطان القولون باش يصير التقصي جوستومون باش نلقاو روحنا في المراحل هذوما الصغار اللي مازالوا حتى معناتها المظاهر ما ظهروش نتاع المرض فهمت مازلنا ما ثماش قبل ظهور الاعراض قبل ما يعطي علامات صحيح. طيب اذا الكشف الدوري والمراجعه حتى وان لم تكن هناك اعراض ومراقبه الجميع سواء كانوا مرضى او اصحاء لحالتهم الجسديه هي جدا مهمه. طيب دكتور تحدثت قبل قليل عن انواع لسرطان القولون احد انواعه ياتي من اسلوب الحياه غير الصحي، اخبرينا هل هناك سبل للوقايه من هذا النوع من السرطانات خاصه ربما اذا كان في النوع الاول وما دور الرياضه النظام الغذائي وغيرهم في ذلك؟ الأهم حاجة هو توا المشكل نتاع المرض هذيا هو نمط العيش نتاعنا، معناتها أول حاجة لازمنا نبدلوها هي يلزم الإنسان ينتبه للماكلة نتاعو، يلزم ياكل متوازن، ياكل برشا غلة، ياكل برشا خضرة، وينقص من الدهنيات وينقص من السكر اللي الحاجات اللي في الاخر تعطي السمنه، خاطر السمنه يلزم هي اللي قلنا واضح معناتها اللي هي تكثر برشا في الغيسك نتاع الورم هذايا. دونك الانسان لازم يتحرك اقل حاجه 20 دقيقه في اليوم، لازم يعمل الحركه، لازم يعمل رياضه، لازم يعمل حتى مارش، لازم يمشي اقل حاجه 20 دقيقه في اليوم. يلزم زيادة الإنسان يحاول ينقص شوية من الضغط ومن الستريس، يلزم يكون الإنسان معناتها يتفرغ معناتها يتفرهد شوية، ينقص من الستريس زيادة حاجة معناتها تخلي المرض يزيد برشا. نعم. دونك الأكل يلزم يكون متوازن، الرياضة، ونحاولوا نمط العيش نتاعنا يكون اسهل حاجه ممكنه معناتها. نعم، وفي شهر مارس كما ذكرت الدكتور وهو شخص شهر المخصص للتوعيه ضد في على سرطان القولون، ننصح الجميع بمراجعه الاطباء واجراء الفحوصات والكشوفات الدوريه خاصه في حال وجود حالات في الاسره متكرر، ربما يكون هناك عامل جيني او في حال ظهور اي اعراض غير طبيعية. الاختصاصية في أمراض الأورام الطبية والعلاج بالمواد الكيماوية دكتورة هالة صخيري أبية، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة من تونس. شكرا، شكرا لك. شكرا دكتور. مشاهدينا فاصل ولكن